طبعا قيمة الأصدقاء يمكنك أن تجد هنا على مربع الدردشة، وإن تضغط على هذه العلامة، العلامة الحمراء ميسنجر، اضغط عليها تفتح معك هذا المكان، وهي يعني نافذة الأصدقاء. مثلا تريد أن تضيف صديق إلى اللائحة، تضغط عليه، مثلا نضغط هنا على هذه اللائحة مثلا، ثم ضغطت على ونضغط على اسمها هنا يوجد بالفوق، تظهر بسبب البوفات، تضغط على اسمها مثلا وتضغط بارتي انفايت لدعوتها الى الفريق، تراد كويست لطلب المتاجرة، ثم فريند انفايت يعني ارسال اليها طلب الصداقة، ثم ويسبر يعني تحدث على الخاص، يعني تحدث معها على الخاص. تضغط ويسبر مباشرة تكتب له الرسالة، سلام مثلا، سوف تسيره الرسالة بهذا الشكل باللون البنفسجي. أنت أيضا إذا وصلتك رسالة بنفسجية يعني أن هناك شخص تحدث معك على الخاص. طبعا نحاول مثلا، نضغط مثلا friend invite هكذا، ستقبل، سيقبلنا أو ستقبلنا بما أنها فيانتينا. لقد فشلت إضافة الصديق إلى قائمة أصدقائك، ربما رفضت يعني القبول. أوكي، هناك إذا ثم هناك مساعدة أسيست، أسيست عندما تكون عندك على ما أظن البوفات، تعطي شيئا ما مساعدة، يعني أسيست يعني مساعدة. وأيضا إذا كنت تريد أن تضيف صديق، لديك هنا الدخول للميسنجر، كي تضيف صديق لديك هنا بارتي، على ما أظن لابد أن تضغط عليه، تضغط عليه كي تضيفه يعني هكذا نفس الطريقة، يظهر اسمه ثم تضغط هنا ثم friend invite لدعوته للصداقة. أشياء أخرى هنا بالخريطة transparency، بعض الإضاءة، ثم لدينا المونسترز الوحوش لإظهار الوحوش أو الشخصيات بالخريطة، ثم show party إذا كنت تريد أن تظهر البارتي يعني لأفراد الفريق، ثم ذلك شو بلاير إذا كنت تريد أن تقوم بإظهار اللاعبين، ثم هنا اتجاه الكاميرا، ثم هنا المكان، موقع الحالي وحفظ الموقع أعتقد، وهنا تعديل موقع السفر أو حذف موقع السفر. أظن أننا عرفنا الكثير الآن على لعبة هذه، لعبة أسطورة نورسن. غدا ندخل الآن، وعليك أن تعرف أو شيء آخر، إذا ضغطنا هنا مثلا، ضغطنا على البوابة، اخترنا مثلا البوفر، ثم قمنا بالعودة مثلا، حاولنا الضغط على الرئيسية مثلا هنا، فيعطيك هذه الأشياء، يعني يقوم بتغيير النافذة. لذلك عليك أن تضغط علامة وتعيد الدخول، ثم هنا يعطيك مرة أخرى الشخصية. لدينا شيء آخر مهم جدا كان في الكلاسيكي في لعبة لينيج، وهي أوتو بوشن. ما هي الأوتو بوشن؟ هي يقوم إذا قمت بتفعيل هذا الخيار، يقوم باستعمال هذه الترياقات بشكل أوتوماتيك، يعني بشكل تلقائي يقوم باستعمالها. هذا هو هدف هذه النافذة، عندما تضغط مثلا هنا كما تلاحظ هنا لديك البوشن الذي يزيد الدم، هنا تضع البوشن الذي يزيد الدم الأزرق هكذا، ثم لدينا الذي يزيد السي بي، أيضا غير موجود لدينا السي بي في الحقيبة،
هدينا فقط المجرمين بالحق من سترقوه بهذا الشكل. وإذا كنت تريد أن تقوم بإيداع أي شيء بالمخزن، إذا كانت لديك الكثير من المواد تريد نقصها تضعها هنا بالمخزن، ثم سحب الأشياء من المخزن. إذن هنا بعض الأشياء التي تتحكم بها على اللعبة، مثلا بلوك اكس بي. ماذا تعني؟ يعني إذا كنت وصلت إلى ليفل محدد ولا تريد يعني أن تريد أن تبقى في ذلك المستوى، لا تريد أن تزيد الليفل إلى الأعلى، يعني تريد أن تبقى مثلا في مستوى 20 ولا تريد أن يعني تريد أن تقاتل الوحوش في مستوى 20 بدون أن يرتفع مستواك، تقوم ببلوك اكسبيرينس، تقوم بتفعيل هذا الخيار. بلوك البوفس يعني البوفات لا متعلق بالبوفات، ثم ريفيوز ترادز يعني عندما تضغط عندما تفعل هذا الخيار ترفض أي تلقائيا ترفض أي طلب المتاجرة. ثم ريفيوز بارتي انفايت، هنا تلقائيا ترفض أي طلب إذا قمت بتفعيلها ترفض أي طلب للانضمام للفريق. ثم هنا ريفيوز فريند انفايت يعني تقوم ب يعني رفض أي طلب صداقة يصل إليك تلقائيا، وهكذا. طبعا أنت لن تريد أن تقوم بتعديل أي شيء في هذا المكان، فقط نخرج منه. الجات كيبر أو السفر، يعني الجات كيبر أو السفر يعني نضغط عليها ونذهب مباشرة إلى الليفلين زونز، ونذهب من 1 إلى 10 لأننا في الرقم 1. إذا نذهب نضغط هنا ليتس جو. إزالة هذه العلامة فقط، نفذت المهمة في نهاية المهمة، فقط اضغط على نافذة المهمة ويختفي. اوكي، هذا هو مكان منطقة القتال الخاصة بنا الآن. اوكي، هيا بنا يا أصدقائي نبحث على من نقتل هنا. دعنا نرى، ربما ندخل إلى هناك. هيا نذهب، هيا بنا. واو، الجو خرافي. هيا بنا، لا 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 لا، سوف نذهب للقتل لقتال الوحوش. هيا بنا لنقتل الجميع. ها وجدتهم اخيرا، ليفل 10. ليتس جو، نفتح الحقيبة اولا. نتأكد بأننا نقوم بتفعيل هذا. خلني نجره إلى هنا، صحيح؟ نعم، خلني نجره إلى هنا. هذا أيضا، نعم هذا أيضا. أنا أضغط عليه هنا، نعم تضغط عليه بيمين، تضغط عليه بيمين الموس حتى يبدو بهذا الشكل. الآن هيا نقاتل، تستعمل السول شوت مع طلقة النفس. وهيا نبدأ نقاتل الآن. ليفل 12، وذا فوك بهذا السرعة، من 12 إلى 16. أوه بهذا السرعة. هيا نقاتل في ليفل السريع، هذا شيء سيء جدا. لماذا ليفل السريع؟ لماذا لماذا لماذا؟ 18 قتل وحش واحد فقط ترفع إلى 118، يرفعك إلى، يا إلهي لماذا هذا التليفل السريع؟ لماذا؟ خذ هذه أيها العظمي. أوه يا إلهي، لماذا قتلتني وأنا ميت؟ أوه لقد قتلتك فرس البطيخ، تعالي أضربك. نعم سيضربك أيها الوغد، انظر. وصلت إلى ليفل 21 في دقيقتين. يا إلهي ما هذه اللعبة السخيفة. ليفل رفع المستوى الشخصي لا يجب أن يكون بهذه السهولة. أين أنت يا أدمن؟ يا إلهي أشع عني النور.
مدار الحياة. تعال يا رأس البطيخ. تسخر مني يا عظمي، تسخر مني سأقتلك. أوه يا إلهي، أريد البطيخ. خذ خذ أيها الوغد، لا تسخر مني مجددا. أيها الوغد الحقير، يا إلهي وصلت لي بريتاني وعشرين، سأعود وأنا في الليفل 200 على ما أظن وأنا في هذا المكان. كمان كمان، يقول لك الليفل الأخير هو 130. لا أدري لماذا يصنعون هذه الليفلات ويقومون بجعلها سخيفة. 23، جيد جيد، جميل 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 جدا. هيا بنا نذهب 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 على الليفل 23، هيا نذهب. آه لنقاتلكم جميعا. هناك بطيخة تجري نحونا. إنني لست بطيخة يا رجل، لا تقوم بإهانتي مجددا. خذ 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 خذ. أوه رأس بطيخة خطير. عقل خطير، لم أكن أعلم بهذا. أوكي نبدأ. وصلت إلى مستوى 24 يا أصدقائي. ما هذا ما هذا، مستوى 24 يا الله، في 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 أول ضربة. أنت نائم نوما هنيئا. ابتعد عني، أنا ميت. أنا لم أكن لأضربك لأنك جدت. لماذا تتحدث بهذه الطريقة؟ يبدو أنني سأتمكن من قتل البوس من تلقاء نفسي. ما هذه؟ ليفل 15، تعالي ليفل 13، وصلنا إلى مستوى 24. سنة الأمور أصبحت تبدو بالشكل الرائع والجميل. ظننت أنني سأكون في ليفل 50 في ضربة واحدة. تعالي إلى هنا. إذا تضغط هنا على الخيارات، تضغط هنا وتختار الخيارات ثم تختار صوت والنظام. وجدنا الصوت كله مقطوع. لماذا؟ ها هو الصوت يعود إلينا. إلهي لماذا قمت بكت الصوت؟ صوت الشرح، أنا هناك صوت الشرح. الموسيقى سأقوم بخفض الموسيقى، لا أريد الموسيقى. أوكي جيد 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 جدا. الآن ستسمع صوت القتال. جيد جدا، رائع رائع جدا رائع جدا. مستوى 25. يبدو أنه يجب أن أقوم بتغيير التخصيص الأول. فقد نفذت المهارات الخاصة بي. لدينا لدينا مهارات جديدة. نايس نايس، الكامنة تعلمها نضغط عليها. وهنا يعطيك الرتبة، طبعا هنا يعطيك الرتبة. نحن الآن في رتبة دي. اوكي هذه لا يمكن تستعملها، هذه المهارات لا. إذا آخذها فقط، تضعها هنا. إذا هذه هي مهارة المواد، ثم لدينا مهارة التفعيل يعني البوفات، مهارة البوفات عن طريق يعني تشبه علامة البوفات. ثم لدينا هذه هي المهارات الهجومية التي يقوم بالهجوم بها. أنا أضعها هنا، أضعها هذه هنا، ثم أضعها هذه هنا. أوكي جيد جدا. تواجه قتل بها بالضغط على اف 1 2 3 4، يعني 2. هيا بنا، يكفي هذا. سلام، هيا بنا نقتل هذا العظمي. جيد جدا،
هذان ليفل 26. الليفل هنا صاروا خيرين قدام. نجعل الله الحمد لله. لنعود الآن إلى المدينة كي نختار منطقة أخرى. سوف نفتح الحقيبة ونضغط على لفافة لعودة لفافة الهروب لدينا لفافة الانتقال إلى قرية الكاميل. المشكلة نضغط عليها ويتم الآن الانتقال. هذا تعطي 100 أدينة ويعطيك أشياء على شكل البوفات. ما زلت أتذكر هذا الأمر. إذن هذه هي مدينة الكاميل، رائعة جدا كما العادة. إذن بحثت على الجيت كيبر بوابة. هي جيت كيبر يعني مرسلة البوابة. سوف نذهب تيليبورت، نختار المدينة. إذا سنعود إلى غلوديو أو المدينة التي كنا فيها سابقا. وهي بنا بنا هنا، هذه هي المكان الذي كنا فيه سابقا على ما أعتقد. نعم، يجتمع فيه اللاعبين بكثرة في مدينة غلوديو. جيد. هنا يعطيك الأماكن الأشياء الموجودة بي اللعبة، مثلا البلاك سميث الحداد، الكاميل جايد يعني المعلمين المتكلفين بتغيير تخصص الكاميل، ولدينا الواريور جيلد، واريور جيلد خاصة ب يعني نقابة تغيير تخصص معلمين خاصين بتغيير تخصص المحاربين. ثم هنا الالف يعني دارك الف يعني جن الظلام، ثم الاورك الخاصين بالاورك، وهكذا. يعني اذا كنت تريد ان تغير التخصص عليك ان تذهب الى المعلم وتطلب منه ان تقوم بتغيير تخصصك. ندخل هنا نشتري، نضغط على فويس اند هذه تبيع الجواهر. شراء، تقوم بالشراء هنا. هنا لتبيع المواد التي تحملها التي لا تحتاجها طبعا. اوكي، اذا نسأل هذه ماذا تبيع. هي اللفافات، وجدناها لفافة الهروب او لفافة الانعاش اذا كان لديك مرافق، خاصة بالقلعة، خاصة بالكتيبة. إذا سوف نشتري لفافة الهروب. أوكي، إذا عندما تسأل الناس في المدن، عندما تقوم بالسيطرة على القصور، يعني علامة الكتيبة المسيطرة على القصر، ويعني القرى أو المدن التابعة للقصر كلهم تظهر فيهم يعني علامة الكتيبة المسيطرة على القصر. يعني الناس كلهم الآن ينتمون إلى الأشخاص الذين سيطروا على الحق، يعني سيطروا على القلعة. وكي تسأل مدينة ما هي الكتيبة المسيطرة على يعني على القلعة القريبة منهم، تضغط فقط على أسك لوكال لورد، السيد يعني يقول لك هو اللورد. ومعدل التكس يعني معدل الضريبة التي تفرضها هذه الكتيبة على المدن. فهمت ايضا تفرض الضرائب على المدن التي عندما تقوم بالسيطرة على القصور. الان بما اننا اذا ضغطنا على نفذ المهارات، ضغطنا على كامنة، اذا بما ان لدينا الان هنا مستوى دي، اذا علينا ان نقوم بارتداء الدروع الخاصة بمستوانا
إذا نفتح الحقيبة، إذا نتين نحن هو أصلا نرتدي الدورة الخاصة بالدي. هؤلاء اللاعبين الذين يبيعون هنا، ماذا يبيعون يا أصدقاء؟ نادرة بكم؟ 500 مليون.